السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ تعالوا النهارده نتكلم عن ازاي انا فتحت شركه استيراد وتصدير هنا في كندا. من اول ما الموضوع كان لسه فكره في دماغي لحد ما الشركه بالفعل اشتغلت وصدرت اول شغل ليها من كندا. سريعا كده نعدي انا ليه بدات شركه هنا في كندا. في ثلاث اسباب. اول سبب هو سبب شخصي شويه، هو انا عايز عند سن معين لو ربنا كتب لي عمري يعني لحد ما اوصل السن ده، عايز خلاص يعني استقيل من الوظيفه ويكون عندي بيزنس بتاعي شغال منفصل بعيدا عن الوظيفة. السبب التاني والاهم اللي شجعني جدا جدا ان انا ابتدي الشركة هنا في كندا هي ان المميزات اللي اصحاب الشركات بياخدوها في كندا مميزات جامدة جدا بعيدا تماما عن الموظف. الموظف مهما كان مرتبه عالي بيتروق في الضرائب، يعني الموظف هنا بيتفرم حرفيا على عكس صاحب الشركة. قصة كبيرة ممكن يبقى نتكلم عنها في فيديو تاني منفصل، وان كان انا اتكلمت عنها برضه اتكلمت عن شوية تفاصيل كده في فيديوهات قبل كده، ولكن برضه ممكن نتكلم عنها في وقت تاني مختلف. طيب السبب الثالث وده سبب مهم جدا برضه هو الحكومة هتساعدك. ما اقصدش هنا مساعدة مادية بشكل مباشر، بتكلمش عن قروض، ما بتكلمش عن اي حاجة من دي، بتكلم على مساعدة العلم. طيب يعني ايه مساعدة العلم؟ انت عندك مثلا لو انت عايز تبتدي اي مشروع انت عايزه، بس عايز تحسن مهارات معينة او عايز تعرف حاجات معينة او تفهم السوق بتاع البيزنس في المجال ده او اي حاجة، انا متأكد انك انت هتلاقي لها كورسات في البلد، وغالبا هتكون مدعومة كمان من الحكومة. تمام؟ يعني مش مجرد انت كورسات تروح تدفعها، لا ده بالعكس، كمان انت ممكن تدرس الحاجات دي، في بعض الحاجات ممكن تدرسها والحكومة تدي لك فلوس عليها. تمام؟ طيب واتكلمت انا عن حاجه قبل كده ان في كورس، انت بتدخل الكورس ده بفكره المشروع بتاعك، بتخرج من الكورس ده انت فاتح الشركه. اتكلمت في فيديو قبل كده عن الموضوع ده. طيب غير موضوع الكورسات في ايه تاني ممكن يساعدك ان انت تخش في عالم الاعمال؟ يعني هو المكتبات العامه. المكتبات العامه هنا كنز يا جماعه لا تتخيلوه. اول ما عرفته في مونتريال الموضوع فعلا فرق معايا 180. طبعا يعني مش عايز اقول لكم بقى كميه كتب الإدارة، التسويق، البيزنس، كل ما يتعلق بأي مجال في الدنيا هتلاقي له قسم في المكتبة، أبحاث بقى، حاجات مش يعني الموضوع حلو جدا. عايز أتكلم كتير في موضوع المكتبات العامة ده، بس ده ممكن برضو نأجله لفيديو تاني. بس ده فكرة عامة من الأسباب اللي شجعتني اللي أنا أبتدي. أنا بقى عندي العلم اللي أنا لو عايز أعرف أي حاجة هعرفها من الكتب، من غير ما اضطر ان انا اشتري واصرف كل الفلوس دي على شراء الكتب. طيب ده باختصار او تفصيل يعني ليه انا بدأت الشركة دي. طيب ندخل على النقطة المهمة بعد كده، هو ازاي بدأت الشركة دي. خليني اقول لك ان انا معرفش اي حاجة في الاستيراد ولا التصدير ولا الجمارك ولا الشحن ولا الزباين ولا اي حاجة، معرفش اي حاجة عن الموضوع ده. انا اساسا شغلي الاساسي في الحتة الارتستيك خالص، ملاش علاقة بالتجارة. طيب هو مش المفروض ان انا عشان ادخل في بيزنس او حاجة مش لازم اكون انا فاهم فيه واشتغلته وكلام من ده؟ 100% كلام صح، مفهوش اي غلط ومفهوش اي اختلاف. عشان تدخل في بيزنس لازم تكون فعلا فاهم فيه. طيب انا ايه اللي خلاني بدأت بيزنس وانا معرفش حاجة عن الموضوع ده؟ كنت من فترة عملت فيديو ازاي تبدأ مشروعك الخاص، واتكلمت عن حاجة اسمها الانفير ادفانتج. ده باختصار اللي هو ايه الميزة اللي ممكن تكون موجودة عندك وتساعدك ان انت تنجح في حاجة معينة. باختصار شديد عشان ما تدخلش في حاجات شخصية كتير، ده كان شبكة العلاقات. تمام كده؟ ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين يعني، بس ما اعتقدش ان هي حاجة مهمة يعني. ولكن شبكة العلاقات دي هي اللي اهلتني، يعني انا هبتدي شركة وانا معايا اساسا العملاء. حلو الكلام؟ فده اللي شجعني ان انا ابتدي الشركة. ولكن وقتها كان عندي اختيارين هنا، اللي هو لأ انت ما بتفهمش حاجة في الموضوع ده، يعني انسى تماما، الموضوع كبير ممكن تلبس في الحيطة، بعدين انت بتتعامل في حاجة كتيرة، مواتير، موتوسيكلات وعربيات وبتاع، وفيه مخاطر. يعني مثلا انا مش بصدر كراسي خشب، مش مشكلة يعني عادي لو غلطت ولا بتاع ولا حاجة مش مشكلة، لكن دي عربيات ومواتير وحاجات ممكن تكون مسروقة وحاجات مش عارف ايه والكلام ده، في الموضوع كبير. تمام؟ فهنا اللي هو لا يعني ريح دماغك من الكلام ده وشوف حاجه ثانيه. او الحاجه الثانيه ان انا اتعلم كل حاجه عن المجال ده واعرف كل حاجه ايه المطلوب مني عشان اعمله وابتدي اتوكل على الله واشوف همشي ازاي. هنا انا اخترت لا، انا هتعلم كل حاجه عن الموضوع.
طيب ايه اللي شجعني ان انا اخد قرار ان انا هتعلم كل حاجه عن الموضوع؟ حاجه واحده، الانفير ادفانتج اللي معايا. انا معايا يعتبر العملاء بتوعي، شبكه العلاقات اللي هيكونوا في ظهري لو في اي حاجه انا واقع فيها او مش عارفها، تمام؟ فالموضوع يعتبر ايه، في بيته كده، تمام؟ فده اللي شجعني، ده بشكل كبير جدا اللي شجعني ان انا ابتدي في الموضوع. طيب عملت ايه انا بقى في الفتره دي؟ قعدت حوالي سنه ونص بعرف كل حاجه عن الشركات في كندا، انواع الشركات، بفهم كل حاجه عن الضرايب على قد مقدور، يعني افهم كل حاجه عن الضرايب للشركات والفرق ما بين ضرايب الشركات والافراد والسيلف امبلويد وكل الكلام ده. بعرف كل حاجه عن الجمارك، الشحن وشركات الشحن، التعامل مع الزباين، التعامل مع التجار، الجمله، التجزئه، كل الكلام ده. قعدت حوالي سنة ونص أنا قاعد بذاكر الموضوع ده. ولكن خليني بس إيه، يعني عشان ما ترسمش صورة في خيالك اللي أنا بقى إيه قاعد بقى بعد الشغل، أو قاعد بقى سهران وعناية بتورم من كتر شغال بقى على مشروعي ومش عارف إيه والكلام من ده، لأ خالص. يعني عادي الموضوع، عادي، ما حسيتش يعني اللي أنا بعاني ولا بتاع، لأ عادي. أنا بخلص شغل بقعد أشتغل شوية، أقرأ مواضيع شوية، بنزل اقعد مع ناس مثلا عندهم بيزنس، ودي برضو حاجه يعني انا محظوظ فيها شويه، لان انا اعرف ناس كتير عندهم بيزنس فبقدر استفاد منهم بشكل مباشر وغير مباشر. الدماغ يعني عموما بدات تتغير شويه من ناحيه الموضوع ده. فالموضوع كان ماشي عادي، عدى عليا احباطات كتير وعدى عليا حماسات كتير، وكنت بنسى الموضوع بالاسبوعين والتلاته وبنسى، واقعد اقول لا يا عم خلاص، لا سيبك من الموضوع ده، ارجع تاني اتحمس واشوف. الموضوع كان فيه ups and downs كتير جدا. انا ليه بقول لك ده؟ عشان انا دلوقتي بحكي لك الموضوع في فيديو 10 دقايق، ربع ساعه، تلت ساعه، مهما كان، هتحس ان ايه الانجاز ده، ده انت عملت انجاز. الموضوع مش كده، الفكره كلها ان انا بلخص لك شغل سنه ونص في 10 دقايق. فانا بس حبيت اوضح النقطه دي عشان لو انت بتتفرج عليها ما تحسش ان الموضوع معقد، لا انت اعمل شغلك عادي واعمل كل الحاجات اللي انت عايزها وبالراحه على نفسك، وما تضغطش على نفسك، كل حاجة هتيجي في وقتها بإذن الله. طيب إيه أكبر تحدي عدى عليا في الفترة دي؟ طبعا زي ما قلت لكم في ups and downs كتير، ماشي خلاص عدينا الموضوع ده. لكن أكبر تحدي كان في معلومة معينة كنت عايز أعرفها عن حاجات ليها علاقة بالورق حاجة ليها علاقة بالموتوسيكلات يعني والعربيات، مش عايز أدخل في تفاصيل تكنيكال يعني، خلينا ماشيين في المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها. لكن كان سؤال، وسؤال مهم يعني، يا اما هيلبسني في الحيط يا اما هتعدي، فاهم؟ اتصلت بالمرور، محدش عارف يعني، مش عارفين السؤال اللي انا بساله ده اجابته ايه يعني، مش حدش عارف. المحاسب مش عارف، الجمارك اتصلت بالجمارك برضو محدش عارف، اتكلمت مع حد شغال في المينا برضو محدش عارف، لان المعلومه اللي انا عايزها محتاجه حد يكون بيصدر النوع ده من البضاعه، هو اللي يقول لي تعمل ايه، واحد اتنين تلاته. وهنا كان قدامي خيارين، يا اما لا انسى الموضوع، يا اما امشي واضبش يعني فضل ربنا بقى وبركه دعاء الوالدين كده الدنيا تعدي. فقلت ايه، كمل ياض يعني، ان شاء الله هتعرفها، لو ما عرفتش المعلومه دي النهارده هتعرفها بكره باذن الله، تمام؟ فكملت. وهنا خدت الخطوه الاهم بقى على الاطلاق، انا دلوقتي جمعت كل المعلومات اللي انا اقدر اجمعها، وبعد كده رحت واخد كل المعلومات دي ورحت رايح لمحاسب قانوني. رحت قلت له والله انا عايز افتح شركه، نشاط الشركه دي هيكون 1 2 3، اعمل ايه وايه المخاطر وايه المميزات و و و كل الاسئله دي. وهنا خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا جدا، انا رحت للمحاسب ده وانا عارف المعلومات، عارف جزء كبير جدا من المعلومات، انا اوريدي عامل الريسيرش بتاعي وعارف معلومات كتيره جدا عن الشركات وعن كل الكلام ده، ولكن اتظاهرت قدامه ان انا معرفش اي حاجه. انا رايح معرفش اي حاجه، ليه؟ لان انا عايز اروح اسمع كل اللي عنده، انا مش عايز اروح اقول له يعني انا عارف، لا انا رايح يا باشا انا معرفش اي حاجه. ولكن في فرق انك تروح للمحاسب او تروح لاي حد يعني وانت مش عارف المعلومة اصلا، وفي فرق انك تكون عارف المعلومة وتروح للمحاسب او المحامي وانت بتتظاهر ان انت مش عارف المعلومة، تمام؟ فرق كبير جدا، وده بيفرق في حاجات كتير. طب بيفرق في ايه؟ بيفرق في نوع السؤال اللي انت بتسأله.
تمام. يعني انت لما بيكون عندك علم بالموضوع اوريدي، سواء الضرايب، سواء فتح الشركات، انواع الشركات، كذا كذا كذا، انت بتبقى عارف، تمام. فهنا انت بتقدر تطلع اسئله خلاص للمحاسب، هي ممكن ما يجيش على باله ان هو يقولها لك غير لما انت تسالها له. فعلمك بالموضوع نفسه هيساعدك ان انت تطلع الاسئله المناسبه، والفايده طبعا تكون اكبر. طيب الموضوع اتكلف معايا كام؟ وهنا زي ما قلت لك في الاول، انا مش هدخل اقول لك ندخل ويب سايت والكلام ده، لان ما عملتش كده. انا رحت للمحاسب وقلت له انا عايز 1 2 3، قال لي خلاص الموضوع ده هيتكلف كذا. المحاسب والمحامي والتقديم على اسم الشركه كلفوني حوالي 2000 دولار. طيب ايه لازمه المحامي؟ المحامي ليه موجود في الموضوع؟ المحامي موجود في الموضوع لان نوع الشركه اللي انا عاملها هي مش شركه تحت اسمي، هي انكوربريشن. فدي طبعا انا هنا هنقل لكم الكلام اللي هو اتقال يعني، بس انا مش فاهم الكلام ده يعني، بس انا هنقل الكلام اللي اتقال انك دي بيتعمل بقى اسهم وشير هولدرز ومش عارف ايه والكلام ده. انا مالك 100% من الشركه وكل حاجه، بس هي لازم تمشي بالشكل ده يعني، تمام. فدي لازم تتعمل على ايد محامي خلاص. طيب مصاريف فتح الشركه ذات نفسها اعتقد ان هي في حدود 400 500 دولار يعني، بس طبعا هما الاثنين كل واحد خد اتعابه والمصاريف والكلام ده، ومصاريف برضو الاسم بتاع الشركه والقصه دي، فكلفتني حوالي 2000 دولار طبعا كندي يعني. طيب انا شخصيا انا ليه خدت طريق اللي هو انا اروح مثلا لمحاسب هو اللي يخلص لي كل الورق ده، برغم ان في ناس تانية بتحب ان هي تدخل على الويب سايت وتجمع معلومات وترفع وتعمل وكل الكلام ده. انا واحد من الناس يعني حتة الورق والكلام ده انا بعطل فيها يعني، دي مش سكتي. هل معنى كده ان انت لازم تروح؟ مش لازم تروح. عايز تروح، روح استشارة وانت اعمل الورق بنفسك وكل الكلام ده عشان توفر فلوس، لكن انا بصراحة الموضوع ده ما بيمشيش معايا. طيب نطلع بقى بايه من كل الرغي اللي احنا رغيناه ده النهارده. انت دلوقتي يا معلم لو انت عندك فكرة مشروع وعايز تبتدي مشروعك الخاص في كندا، تعمل ايه بقى؟ اول حاجة تعملها انك انت تفهم السوق كويس جدا والنظام الضريبي بتاع البلد. بعد كده الحاجة التانية والمهمة جدا، لازم تقعد مع ناس عندها بيزنس، عندها خبرة في البيزنس. لو الناس دي في مجال البيزنس اللي انت عايز تفتحه، حاجة طبعا جامدة جدا وملهاش اي حل يعني، حلوة ملهاش اي حل، لا يعني اقصد يعني حاجة حلوة قوي يعني، تمام. هتفهم منهم حاجات كتير. بس لو ما لقيتش ناس في مجالك، خلاص اقعد مع ناس تانية عندهم بيزنس برضو، هتقدر تستفيد منهم حاجات، دماغك ذات نفسها هتتغير. تالت حاجة، لازم تقرأ كتير في الكتب اللي ليها علاقة بالبيزنس والإدارة والماركتينج وكل الكلام ده. انا مش بقولك اللي انت لازم تقرأ فيهم عشان تتخصص في كل حاجة فيهم، لا، خد فكرة، لازم تبقى انت ملم كده، كأنك انت بتبقى المخرج بتاع البيزنس بتاعك. فانت لازم تبقى فاهم شوية في الإدارة، لازم تبقى، حتى لو انت هتجيب حد هيدير، حتى لو انت هتجيب حد يمسك لك الحسابات، حتى لو انت هتجيب حد يمسك لك التسويق، انك انت تكون عارف كل الحاجات دي، ده هيخليك ان انت تتقدم بشكل كويس في الشغل بتاعك. اخر حاجة، جمع كل المعلومات اللي انت عارفها وروح لحد متخصص، حتى لو استشارة يعني. لو انت عايز تعمل الحاجات الورق والكلام ده بنفسك وتقدم عليه بنفسك، مفيش مشكلة، لكن استشارة تعرف كل الحاجات اللي انت ممكن ما تعرفهاش. احنا ما نعرفش الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش. اخر حاجة عايز اقول لكم عليها هي الكتاب الجميل ده، Entrepreneur Revolution. الكتاب ده ساعدني بشكل كبير جدا في معلومات كتير خاصة. اول جزء منه تحس كان هو تنمية بشرية وبتاع شوية، بس معلش خليك يعني فليكسبل يعني، عدي الحاجات اللي ما تعجبكش وركز على الحاجات اللي فعلا مهمة. الراجل بيقول الكلام بصراحة كويس جدا. بس واتمنى التوفيق يا رب للجميع، ولو في اي حاجة انا ما غطيتهاش في الفيديو او اي حاجة معلومات تانية عايزين تعرفوها، اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد طبعا يعني، لو حاجة انا اقدر افيد بيها فاكيد مش هتأخر يعني. وبس اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.